من أكثر من 7000 سنة في مكان ما في بلاد ما وراء النهرين، ترك فلاح من عصر ما قبل التاريخ اللبن اللي حلبه من البقرة وسابه في الوعاء الفخاري بتاعه ونساه طول اليوم. البكتيريا اللي في اللبن ده اتغذت على السكر اللي موجود في اللبن اللي هو سكر اللاكتوز، وانتجت بدلا منه لاكتيك أسيد أو حمض اللاكتيك، واللي بدوره تسبب في تخثر اللبن. الراجل فلاح العصر الحجري ده رجع من مشاويره وافتكر اللبن اللي كان نسيه، لكن فوجئ باللبن تحول الى جبنة. الجبنة هي واحدة من اهم منتجات الالبان، وتقريبا منتشرة على كل موائد العالم، ومفيش نظام غذائي في اي دولة من العالم يخلو من الجبنة، لكن تاريخها اقدم من العصر الحالي بكتير جدا. في سنة 2018 في مقبرة فرعونية بجوار القاهرة، اكتشف العلماء قطع جبنة صلبة عمرها 3200 سنة، ودي أقدم جبنة اكتشفت في العالم. وكمان تم اكتشاف بقايا للجبنة مش قطع كاملة في تركيا عمرها 9000 سنة. إذن قبل التاريخ المكتوب، قبل الفراعنة، قبل الإغريق، قبل الفرس، قبل الرومان، قبل كل الحضارات اللي نعرفها وقبل كل التاريخ الإنساني، كانت الجبنة موجودة. في الحقيقة اكتشاف الجبنة وبعد كده القدرة على تصنيعها كان حدث مهم جدا لسكان العصر الحجري، لأنها بتحتوي على فوائد اللبن كلها، وفي نفس الوقت يسهل تخزينها ويسهل حملها والسفر بيها وكمان التجارة فيها. وبنهاية العصر البرونزي حوالي سنة 1200 قبل الميلاد، كانت الجبنة في كل مكان حول حوض البحر المتوسط، في ميزوبوتاميا اللي هي العراق، وفي مصر اللي صنع فيها الفراعنة الجبنة القريش بالحصير زي ما جدتك كانت بتعمل بالظبط، وفي اليونان وروما ومنغوليا وفي آسيا وفي كل حتة في العالم تقريبا. وكانت الجبنة مكون أساسي في غذاء الجندي والمواطن الروماني طول فترة الإمبراطورية الرومانية. بعد انهيار روما وخلال العصور الوسطى، أصبح مكان الريادة في صناعة الجبنة في أوروبا هو الدير، حيث كان الرهبان والنساك في العصور الوسطى متخصصين في إنتاج أجود أنواع الجبنة، وما خرجتش صناعة الجبنة عن النطاق التجاري للنور إلا بدءا من سنة 1815، لما تم افتتاح أول مصنع تجاري لصنع الجبنة في سويسرا، ومن وقتها والجبنة السويسرية مشهورة على مستوى العالم. طيب إزاي الجبنة بتتعمل؟ مصانع الجبنة بتصب اللبن في حاويات كبيرة وبتضيف لها ستارتر كالتشر أو بادئات بكتيريا. البكتيريا اللي بتنضاف دي بتتكاثر وبتقوم بشغلها وبتستهلك سكر اللاكتوز اللي موجود في اللبن، وفي مقابل استهلاكها لهذا السكر فهي بتنتج حمض اللاكتيك أو اللاكتيك أسيد، وبعد كده المصانع بتضيف مادة الرينت. الرينت في الأول كان مصدرها أمعاء العجول الصغير، لأن ده عبارة عن إنزيم عنده القدرة على هضم اللبن، لكن دلوقتي بقاله بدايل تانية بيصنعوها برضو. اللبن فيه نوعين من البروتين، كازين بروتين ووي بروتين. أول ما الكازين بيتخثر بينتج الجبنة، وبتعوم الجبنة في بحر من الوي اللي هو السائل الأبيض ده اللي بتتم تصفيته وتقطيع الكازين إلى قوالب الجبنة، وبخلط بقى مجموعة مختلفة من الإضافات والمعالجات وأوقات تخزين مختلفة بيتم عبر العالم وعبر التاريخ إنتاج مئات ومئات من أنواع الجبنة المختلفة في الأطعم والأسعار. شيدر، موتزاريلا، روكفورد، رومي، عكاوي. العكاوي دي مطبوخة، قريش، وغيره وغيره وغيره. الجبنة أنواعها ما بتنتهيش وطعامتها ما بتتنسيش. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك المزيد من الفيديوهات والأصل والخلاصة.